والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل قداس النهاردة من إنجيل القديس لوقا الأصحاح الخامس. وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جينيسارت. جينيسارت اللي هي بحيرة الجليل أو بحر الجليل، ومعناها جنة السرور. المسيح كان واقف عند بحيرة جينيسارت، فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة، والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك. فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. إلقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتيه يسوع قائلا: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. إذا اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كان شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين. هذه المعجزة العجيبة لصنعها المسيح مع أربعة من أهم تلاميذه: بطرس وإندراوس ويعقوب ويوحنا. أنا عايز أقول لكم حاجة في هذه المعجزة. المسيح راح بحيرة جينيسارت في المكان اللي كان بطرس بيصيد فيه، وتعب طول الليل يلقي شبكة من وراء شبكة ولم يأخذ شيئا. وبعدين رحلوا المسيح على البحيرة، وبعدين ابتدى يتكلم المسيح، يكلم الجموع اللي زحمت عليه. لما زحمت الجموع على المسيح فدخل إحدى السفينتين التي لسمعان، وابتدى يحول هذه السفينة إلى منبر للوعظ ويكلم الجموع من على السفينة. بعد ما انتهى من الكلام يقول كده: وكأس جان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله. خلي بالكم من التعبير ده، كلمة الله. والمسيح كان بيتكلم كلمة الله
وسمعان بطرس بيسمع والتلاميذ اللي معاه، ودي كانت أول عظة يسمعها سمعان بطرس من فم المسيح. بعد المسيح مخلص كلام قال لهم كده: ادخلوا إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. فبطرس قال له: يا سيد، يا معلم، تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، لكن على إيه؟ كلمتك ألقي الشبكة. أصله كان سمع الكلمة: على كلمتك ألقي الشبكة. تعالوا نتأمل في ثلاث كلمات في هذه المعجزة. أول حاجة الفشل والبركة، ثاني حاجة توبة واعتراف، ثالث حاجة ترك وتبعية. الفشل والبركة، الفشل والبركة، في علاقة بين الفشل وبين البركة؟ هنشوف دلوقتي في علاقة ولا ما فيش علاقة. دي كانت ليلة فاشلة، تعبنا الليل كله وإيه؟ ولم نأخذ شيئا، فيش حاجة خالص. أنا عايز أقول لك في ناس الليل هنا يرمز إلى ليل العمر، ليل الحياة، حياة الإنسان كلها من أولها لآخرها. ويا ما ناس تعبت ويا ما ناس بتتعب وفي الآخر لا تأخذ إيه؟ شيئا. أنا عايز أقول لكم يمكن أنتوا شايفين دلوقتي الانهيار الاقتصادي اللي حاصل مش في أمريكا بس، في العالم كله. يا ما ناس تعبت ويا ما ناس حوشت فلوس وبصت لقيت ده كله ضاع، البيوت ملهاش قيمة، الفلوس اللي في البنك راحت، الفلوس اللي في الستوك ماركت أو في البورصة راحت. إيه اللي حصل؟ صدقوني أصل لا يوجد شيء ثابت أو حقيقي في هذا العالم. أنا عايز أقول النهاردة المعجزة الحقيقية اللي ممكن تحصل لأي إنسان، إنه يحول أو المسيح يحول فشله الروحي إلى إيه؟ إلى خلاص، إلى بر، إلى قداسة، إلى سلام، إلى فرح. ده يقدر يعمله المسيح النهاردة. مش هو لما فشل بطرس الرسول ولم يأخذ شيئا المسيح عمل فيه إيه؟ اداله ما هو أعظم من الأمور المادية. بطرس الرسول انزعج، خاف لما شاف هذه المعجزة وقال أنا قدام مين النهاردة؟ لكن يا أحبائي أنا عايز أقول حاجة في منتهى الأهمية: المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. إن ما كنتش هتشوف المسيح النهاردة في الكنيسة وعينك تنفتح على رؤية المسيح، فتفضل طول عمرك وإنت بتجري ورا شهوات العالم وعايز تشبع لكن مش هتشبع، عايز تاخد ولكن في الآخر هتطلع خاوي اليدين. عشان كده ياريت النهاردة إن إحنا نحول الفشل الروحي بقوة المسيح المصلوب إلى نجاح وبركة وحياة أبدية. تاني حاجة يسوع في المشهد برضو في موضوع الفشل والبركة، يعني ما تخافش لما بتفشل وتخسر والحزن يملأ قلبك وحياتك. يسوع في المشهد، المسيح في المشهد، دي حاجة حلوة خالص تطمننا لأن يسوع في المشهد. وخلي بالكم هنقسم النقطة دي لتلات نقط: أول حاجة مداعبة حلوة، تاني حاجة في موقع فشل، تالت حاجة كلمة الله تخرج من سفينته. وأكلم على بطرس، أول حاجة مداعبة حلوة. خلي بالكم هنا بطرس كان موجود في بحيرة جيناسارت وكان يعني خلاص تعب من الليلة الفاشلة دي وقعد في المركب وفي حزن وفي تعب، وميجي المسيح قال يعني مفيش مكان غير المكان اللي فيه سفينة بطرس، قال بعزنه كده واقف والناس زحمت عليه. ده يا جماعة دي مداعبة من المسيح. وانت في فشلك وانت في حزنك وانت في يأسك وانت في خسارتك وانت في ضيقتك، تبص المسيح كده يعمل لك يعني بعض المداعبة العجيبة، يبتدي كده يدعبك، يبتدي يشغلك، يبعت لك حد من رجال الله يعزيك يقويك يشفيك، يجي هو بصورة معينة في قلبك في ذهنك ويفرح قلبك ويفرح حياتك.
عشان كده المسيح كان واقف عند محيرة اسمها جينا صارت، يعني ايه جنة الصور. بطرس حزين، المسيح عايز ايه؟ يفرح قلبه، عايز يفرح قلبه. صدقوني المسيح النهاردة عايز يفرح قلوبنا، هو مفرح القلوب الحقيقي. صحيح ادينا اللقب ده كنسيا للملاك رفائيل، وبعض الأحيان نقول على القديس يوحنا الذهبي الفهم أنه مفرح القلوب، لكن يسوع المسيح هو المفرح الحقيقي لكل قلب حزين، ولكل قلب مكتئب، ولكل قلب متضايق، ولكل قلب خسر، أو كل إنسان خسر كل شيء. المسيح هو المفرح. وجه المسيح كده عند بحيرة جنسارت عشان يفرح بطرس وما يسيبوش في فشله. صدقوني لا يتركنا في فشلنا. يقول بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: لأن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح المحبة والقوة وإيه والنصر. ما يتحبناش أبدا إحنا أولاد ونفشل، عشان كده يقول أنتوا كمان لأن بحبكوا مش عايزكوا تفشلوا في إيه؟ في عمل الخير. مداعبة حلوة في موقع فشله، ودي حتة في منتهى الأهمية. المسيح يجي لك في الحتة اللي أنت خسرت فيها وتعبت فيها وتضايقت فيها وشلت الهم فيها، ويقول لك أنا عايزك تلقى همك عليه، أنا معاك. اوعى تفتكروا إن المسيح بيكون سايبنا لما بنكون في مشكلة أو ضيق أو حزن أو خسارة أو أي نوع من الضيقات والتجارب والآلام، ما بيسيبناش أبدا، هو موجود. طيب هو ساب الثلاث فتية وهما في أتون النار؟ ما سابهمش، كان معاهم، كان معاهم. ساب دانيال في جب الأسود؟ كان معاه، عمره ما يسيبنا أبدا. المسيح موجود يا جماعة في المشهد، المسيح في المشهد. لو عندك تجربة، عندك ضيقة، عندك خسارة، المسيح عارف قوي إنك أنت تعبان قد إيه، وإنت حزين قد إيه، وإنت متألم قد إيه. عشان كده ده يفرحنا إن فعلا المسيح في المشهد، وفي موقع فشلك يستطيع أن يمد إيديه لكي إيه؟ لكي يقيمك. أول حاجة عملها المسيح مع بطرس إيه؟ دخل سفينة بطرس. ياه. دخل سفينة بطرس. عايز أقول أول حل لمشاكلك المالية والزمنية والروحية، خلي المسيح يدخل سفينة حياتك. اوعى ترفض ان المسيح يجي بيتك. قل له يا رب انا عايزك النهاردة تيجي وتمتلك على قلبي وعلى فكري، تقود سفينة حياتي، تدخل بيتي يا رب. وده اللي حصل، انه فعلا ان المسيح بعد ما كان بيتكلم برا من على الشاطئ للجموع، دخل سفينة بطرس واصبحت ايه بقى؟ ايه كلمة الله تخرج منين؟ من سفينة بطرس. حول سفينة بطرس إلى مركز للكرازة. ياه. إمتى بيوتنا تبقى مركز للكرازة؟ ده أنا جماعة تعبت معاكم، بقول لكم دخلوا الدش القنوات المسيحية علشان أنتوا تتفرجوا، وكمان الناس اللي تعرفوهم تجيبوه معكم وتتفرجوا، بدل قنوات العالم. يبقى بيتك مركز للكرازة، ناس تسمع وعظة عندك في بيتك عن طريق الدش، يمكن تتغير. مش يمكن، صدقوني المسيح بيشتغل بكل وسيلة. خلي بيتك مركز للكرازة، خلي كلمة الله تخرج من بيتك. هو ده اللي عمله بطرس، انه خلى المسيح. عشان كده هنبص ايه البركة اللي جات بعد كده لبطرس. يبقى قلنا انه مداعبة حلوة في موقع فشله، وكلمة الله تخرج من سفينته. يسوع في المشهد، والكلمة الثالثة بركات وفيرة. بركات وفيرة، ايه البركات دي؟ اصل ربنا ما يبقاش مديون لحد يا جماعة، ده لكل عمل بطرس. انها ايه؟ اعار المسيح سفنته، سلفها له، خلاه بس يعني ان هو يستعملها كمنبر للوعظ بس. هو ده اللي عمل بطرس، صدقوني هو ده اللي عمل. طب في ناس بتعمل اكتر من كده، صدقوني البركة حتيجي، حتيجي. وانا مش بتكلم على البركات المادية يا جماعة، ارفعوا عينيكم إلى البركات الروحية. البركات الزمنية ليس لها أي قيمة، لكن ربنا برضو وعد أن هذه كلها إيه؟ تزاد لكم. لكن هو عايز يباركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح.
ربنا ما يباتش مديون. عشان كده لو كنت عايز فعلا انك تتمتع بالبركة في شرطين مهمين مهمين قوي قوي قوي. اول حاجة الطاعة الكاملة، تطيع. الطاعة شرط للبركة. عشان كده لما المسيح قال لبطرس ابعد الى العمق والقوا شباككم، بطرس ابعد الى العمق وارمي الشبكة، طب احنا تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. الله، يعني ايه؟ يعني ده احنا خلاص غسلنا الشباك، ده احنا خلاص يعني بنستعد لليوم اللي بعد كده. لكن هنا شوفوا طاعة بطرس، قال له يا رب مع اننا تعبنا الليل كله والبحر ما فيهش سمك، لكن على كلمتك ايه القي الشبكة. طاعة طاعة. إبراهيم لما دعي إيه؟ أطاع. عشان كده ربنا قال له أباركك وأعظم اسمك وتكون إيه؟ بركة. خلي بالك الطاعة مرتبطة بالبركة، في ارتباط بين الطاعة. والحاجة الثانية إن لازم برضو يكون في ثقة في كلام الله. يعني إيه؟ يعني أنا لما المسيح يقول لي ارمي او الشبكة بتاعتك في الحتة الفلانية في العمق، لما المسيح يقول لي مثلا انت لازم تتعب زيادة علشاني، انت لازم مع انك محتاج، لكن انا عايزك انك انت ادي من وقتك ليا، اسمع كلمتي حتى لو انت مش فاهمها، وادي مش بس من عشورك لكن ادي من احتياجك من وقتك. ده كان بطرس بيستعد علشان تاني يوم يبتدي يمارس الصيد، لان الوقت اللي كان المسيح بيأمره فيه انه يصيد ما كانش وقت صيد، ولا العمق فيه صيد يا جماعة. العمق ما فيه السمك بيبقى تحت خالص، عايز صنارة علشان الواحد يصيده، لكن السمك اللي بنصيده بالشبكة لازم يكون كده على تقريبا بعد الشاطئ بشوية فيقدر يصيدوه بالايه بالشبك. فالمسيح كان بيقول حاجات انلوجيك بالنسبة لخبرة الصياد، لكن دوريا احنا لا نعتمد على ذكائنا وفطنتنا، لازم نجحد المعقولية والخبرة الشخصية مهما كانت مهما كانت، ونطيع من كل قلب ونثق في كلام الله، فتيجي بعد كده الايه بركات وفيرة. العلاقة بقى اللي بين الفشل والبركة ايه؟ العلاقة اللي بين الفشل والبركة ان المسيح ساعات يخليك تفشل لانك عايز يباركك. ايه رأيك؟ يخليك انك انت ما تاخدش حاجة خالص، وانك انت حتى الوظيفة اللي عندك تروح، وحتى الفلوس اللي انت عندك تروح، لكن ايه؟ عايز يباركك، عايز يباركك، بس بيقول لك طريق البركة واضح قدامك اهو. اقبلني، خليني ادخل بيتك وادخل حياتك. اقبلني وخلي كلمة الله تخرج من بيتك، وأنا أخلي بيتك ده ومليان بالخيرات الزمانية، وحياتك أيضا مليانة بالخيرات الروحية والأبدية. النقطة الثانية توبة واعتراف. توبة واعتراف. هنا الحقيقة البطرس الرسول لما شاف المعجزة اندهش، تعجب. مين ده اللي السمك بيطيعه؟ مين ده؟ ده رب السمك ورب البحر ورب الأرض والسماء. ما كانش بطرس عارف مين هو شخص المسيح، لكن عرف في الوقت ده. عشان كده لما سأل المسيح بعد كده التلاميذ من يقول للناس إني أنا، فهو قال لهم إيه؟ قال للمسيح إيه؟ أنت هو المسيح ابن الله الحي. يا جماعة عايز أقول حاجة، لما تنفتح الإنسان على رؤية مجد المسيح، رؤية قداسة المسيح في الحال بيشعر ان هو خاطي. يا مش عارف جربتوها ولا لا، لكن ادخل مخدعك وصلي وقول قدوس قدوس رب السباقوت، وفعلا لما يعني مجد الرب يملأ الأوضة اللي انت فيها وتشعر قد ايه ان الله قدوس قدوس قدوس، هتحط ايدك على صدرك وتقرع صدرك وتقول اللهم ارحمني انا ايه الخاطي. عملها مين بقى؟ أشعية، في أشعية 6 أشعية برضو عاين مجد الله
وشاف السيد وهو على كرسي عالي وأزياله تملأ كل الهيكل والشرافيم بيسبحوه قدوس 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 مجده ملء كل الأرض. فيقول إيه؟ ويل لي إني إيه؟ هلكت، لأن إنسان نجس الشفتين وساكن في وسط شعب إيه؟ نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا رب الجنود. شفت رب الجنود، يا ريت تشوفوه يا جماعة. إيه النهاردة أقول له يا رب أنا عايز أشوفك علشان فعلا أشعر إن أنا خاطي. صدقوني مش هتشعر بخطيتك إلا لما تقعد معاه ساعة واتنين وتلقى نفسك فعلا أنك أنت إنسان خاطي، لأن ربنا عنده حتى فكرة الحماقة خطية. هتلقى في أفكار حماقة موجودة جواك، وفي حاجات أنت عمرك ما فكرت أن دي خطية، لكن ده بتنكشف ليك خطاياك لما بتتعرض أو مجد الله يستعلن أمامك. على كل حال أنا عايز أقول حاجة عشان خاطر الوقت، إن التوبة الحقيقية هي أول مؤهلات الخدمة. بعد ما بطرس الرسول اعترف وقال اللهم أو يعني يا رب أخرج من سفينتي لأني رجل خاطي، المسيح قال لبطرس إيه؟ قال له لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. صدقوني الخدمة عايزة إنسان تاب عن العالم. أتوب عن العالم يبقى أنا أنفع أخدم، لكن العالم لسه جوايا والخطيئة جوايا ومحبة المال ومحبة الأمور الزمنية الشهوانية طول ما موجودة أي حاجة كده في قلبي ما ينفعش أخدم، ما ينفعش. التوبة الحقيقية تؤهلك إنك أنت تخدم. عشان كده في نفس الإصحاح إشعياء 6 لما إشعياء اعترف إنه إنسان خاطي يقول كده: ثم سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ من بقى اللي يروح يخدم؟ فقلت ها أنا ذا إيه؟ أرسلني، ها أنا ذا أرسلني. خلاص ما هو اعترف إنه هو نجس الشفتين ينفع يخدم. وطول ما أنت فاكر إنك أنت كويس لا تعرف تخدم، لكن لما تعترف بخطيتك دي مؤهلات الخادم بقى، إنك أنت في حياة توبة على طول وخطيتي أمامي في كل حين. النقطة الأخيرة عشان خاطر الوقت: ترك وتبعية. ترك وتبعية، تركوا الشبك وتركوا السفينة. يقول كده أنهم تركوا إيه؟ كل شيء وتبعوا. تركوا كل شيء وتبعوا. خلي بالكوا الإنسان العادي يقول الله طب ليه كان استنوا يوم واحد بس؟ المفسرين بيقولوا ان السمك اللي موجود في السفينتين دول لو باعوه كان يؤمنوا حياة بطرس لغاية اخر نفس في حياته. لكن يا جماعة مش كده، ما ينفعش. لا، ده تركوا كل شيء، نطوا من السفينة ومشوا، سابوا السفينة لزبدي ابو يوحنا ويعقوب، وهم سابوا تركوا كل شيء وتبعوه. خلي بالكوا يا جماعة المسيح هنا عجيب قوي، عايز يقول ان هو لما بيجي يدعو مش بياخد واحد خسر ومفلس ومحتاج وتعبان ومش لاقي شغل يقول له طب انا شغلها. ده خدهم وهم عندهم الصيد الوفير اللي مأمن حياتهم، لكن سابوا ده كله من اجل المسيح. خلي بالك الفكره هنا. لكن لو عندك مش معنى كده انك انت مؤهل انك تخدم المسيح. احنا قلنا اول حاجه ليه؟ التوبة. الحاجة التانية انك انت تعتبر انك انت كل شيء بتديه للمسيح، بتقدمه للمسيح. يمكن هو لسه باسمك دلوقتي، يمكن الفلوس لسه باسمك في البنك او البيت باسمك، لكن اصبح ملك المسيح. تركوا كل شيء وايه؟ دي التبعية الحقيقية يا جماعة. يعني من غير ما اترك كل شيء من اجل المسيح، وانا مش بقول بس على الممتلكات، اترك الغضب، اترك الحسد، اترك المذمة، أترك مسك سيرة الناس، أترك كل شيء من أجل المسيح. أترك مهما كان في العالم والأرض من أمور يمكن أنا كنت بتمتع بيها أو يعني بالنسبة لي سبب مصرة أرضية، أسيب ده كله من أجل المسيح. بطرس كان بيصيد سمك، ده سمك رمز للفلوس، لكن المسيح قال له سيبك من صيد الفلوس، تعالى أنا أخليك تصيد إيه؟ تصيد نفوس. وتعلم بطرس بقى فن الصيد، صيد النفوس. فيلقى يوم 50 راح رمى شبكة النعمة
شبكة النعمة في العمق زي ما علمه المسيح، وربح 3000 نفس فين؟ في يوم واحد. ايه رأيكم بقى؟ كان لحسن المركبتين اللي مليان سمك دول انه يأمن حياته، ولا بطرس الرسول دلوقتي اول عظة 3000 نفس تركوا كل شيء وتبعوه. ربنا يدينا نعمة علشان النهاردة ان احنا نقف وقفة جادة مع انفسنا. نقف يا جماعة، خلي بالكم، صدقوني، خلي الوقت اللي فاضل ده للمسيح. بلاش تضيع وقتك وليل حياتك في الظلمة وفي العالم وفي مسك سيرة الناس وفي الحسد وفي الغيرة والغضب وبخصم ناس، وده كله هيضيع حياتك. ده المسيح على الأبواب يا جماعة. قل له يا رب اشرق بنورك في قلبي في هذا اليوم يا رب، زي ما فرحت قلب بطرس، تعالى يا رب فرح قلبي وفرح حياتي وفرح بيتي. ما تخليش احزن على خسارة مادية، ولا على رب فراق حبيب، ولا يا رب على مرض في جسدي. ما تخليش احزن على امور زمنية. خلي حزني الوحيد يكون لاني انا خاطي وعايز اتوب. يقول لك الحزن اللي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، لكن حزن العالم ينشئ ايه بقى؟ حد عارف؟ موتا. اللي يقعد ينشئ موتا، وده كلام صحيح. الانسان اللي بيحزن ويكتئب ويجيله صدمات لانه خسر في العالم ممكن او يضيع فيها، لكن الحزن الذي حسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ايه؟ بلا ندامة. بلا ندامة. ربنا يبارك حياتكم ويدي لكم النهاردة انكم تفرحوا فرح حقيقي. ربنا يفرح قلوبكم. المسيح مفرح القلوب، ورئيس الملائكة رفائيل مفرح القلوب، يوحنا ذهبي الفم مفرح القلوب. كل انسان اعطى حياته المسيح ممكن يكون فرحه ويفرحك ويفرح حياتك. لأهنا كل مجد لأهنا أبد آمين. Send me.